تركي فوق عشان تكلم ابوها. اه حاضر. ولا كميشو بس سيبها مغمى عليها احسن، دي شكلها زي القمر وهي بسرعه كده. مفيش وقت يا حنين، امسك فوقها بسرعه يا تركي. لا يا راجل اصحي يا انسه. ايه ده؟ انا فين؟ ما تخافيش. انتوا مين وايه اللي جابني معاكوا هنا؟ اه صحيح، هو احنا مين وايه اللي جبنا معاك هنا؟ احنا اللي بعتنا الباشا عشان نرجعك. دادي؟ اه امسك الموبايل اهو كلميه عشان تطمنيه لغايه لما نوصل له. امسكي ما تخافيش، انت دلوقتي في امان. شفت قالت دادي ازاي يالا؟ الو ايا دادي. شيري يا حبيبتي انت كويسه؟ اه يا حبيبي انا كويسه، انا حتى مع الاثنين اللي حضرتك بعتهم وهيوصلوني لحد البيت. جايه دلوقتي؟ ايوه يا حبيبي انا جايه حالا اهو معاك اهو. اتفضل يا ترك. الو ايما يا ترك. ايوه باشا طمن عليها. مين معايا؟ لما نيجي يا باشا هتعرف. طير يا حمام. خلاص اطمنت ولا لسه خايفه؟ اه اطمنت. تركي يا تركي يلا بينا يلا بينا، تعالى اقعد هنا علشان تسيبها لوحدها. كنت قعدت ورا احسن. طيب يا اللي بتخبى ده مين اللي جاينا من الصبح كده؟ طيب طيب النيله. طيب في ايه؟ نايمة على الصنصور ودنك؟ اصطبحنا على الصبح، طب قولي صباح الخير. صباح الخير يا ست غالية. صباح النور يا أستاذ عزوز. يا واد يا بسكليتة خش دخل فطور العرايس. حاضر حاضر يا ست شهر. على مهلك يا ابني، على مهلك. حاسب يا واد عشان يتدلق منك. ألف مبروك يا ست غالية. الله يبارك فيك، عقبالك يا بسكليتة. الله يخليكي. أي خدمة تانية يا ست شهر؟ ما أنا عارفة عينك على البقشيش، ما أنت طفص، خد مش خسارة فيك. ايه ده؟ نص جنيه؟ ده انا وسطي اتقطم. روح يا شيخه، الهي ربنا ما يحكمك على هتامه. هات انت قليل ادب، ما اشوفش وشك تاني. امشي. خد خد يا واد يا بسكليته، مش خساره فيك. حته بخمسه حلاوه فطير اهو كده. هو ده الكلام. ربنا يخليك يا ست غاليه يا غاليه يا ام الكرم. سلام عليكم. عليكم السلام يا اختي. مدام ايديك فرطه قوي كده، ما غيرتيش عفش الشقه ليه للعروسه؟ ابتدينا. يلا يا شهر ابتدي اسطوانه الردح يا اختي. ما بلاش الكلام ده يا شهر. اسكت انت. حاضر. وسعيلي يا حبيبتي، وسعيلي لما اخش اصبح على بنتي. تخشي فين يا وليه؟ دول عرايس ونايمين متاخر، سيبيهم براحتهم. براحتهم ايه؟ بنتي وعايزه اطمن عليها. تطمني عليها من ايه؟ هو احنا هناكلها؟ ايوه يا اختي هتاكليها. ليه يا اختي؟ جعانين ولا سعرانين؟ خلاص خلاص يا ست غالية سيبيها، ما ترديش عليها. ما تردش عليها يعني ايه؟ كلبة وتهوهو. والمصحف ما قلت بتهوهو؟ يا لهوي امي جت. فاطين فاطين اصحى يا فاطين. يا فاطين امي جت. يا فاطين اصحى. ايه طيب اعمل ايه يعني؟ يا فاطين احنا لسه بهدومنا يا فاطين. قوم اصحى يا فاطين. عايزين اعمل ايه يعني دلوقتي بقى؟ قوم بس فوق كده قوم. يلا يلا. يا فاطين اصحى والنبي ارجوك. يا لهوي يا فاطين هتبقى ايه؟ يا لهوي انتوا لسه بهدومكم؟ يا حصنة قلب عليك يا بنتي. داد داد حبيبي وحشتني يا داد، وحشتني. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. اطلعي استريحي. اوكي تفضلوا. وحشتيني وحشتيني يا بابا. وحشتيني قوي. انت
كويسه يا حبيبتي؟ بخير يا مامي، طمني. وريني شكلك. وريني يا حبيبتي، كنت حمود عليكي. كنت حمود عليكي يا شيري حبيبتي. انتي كويسه يا روحي؟ متاكده انك كويسه؟ طمني يا مامي، انا بخير. حاجه يدوم العز يا باشا. امسك دول يا التركي. فوزي التركي يا باشا، ومشوا الحاوي صاحبي كتف في كتف. دول عشانك يا فوزي. يدوم يا باشا. ودول عشانك يا مشو. لو مؤاخذه يا باشا، انا مش هاخد من سعادتك حاجه. ليه يا باشا؟ سعادتك كنت عامل واجب معايا زمان، وانا دلوقتي بردهولك. واجب انا؟ ايوه يا باشا. الحمد لله على سلامة بنتك. نمشي احنا بقى يا باشا. يلا تركي. ايشو تحت امرك يا باشا. انا لازم اشوفك تاني. وانا يا باشا لازم اشوف سعادتك. انا موظف نمرة التليفون اللي بنتك كلمتك منها دي بتاعتي. بالاذن يا باشا. يلا تركي. يلا دي. يلا تركي. بالاذن يا باشا. هتشلينه انت؟ ايه فقري؟ الراجل يديك فلوس تقوله لا؟ مش حقك ده؟ كان له واجب يا تركي وردتوله. ماشي، يبقى الفلوس اللي معانا دي ابو قسم. لا يا صاحبي، دول حقك. اموت وافهم ناوي على ايه يا ابن الحاوي. هتفهم بعدين. ولا ما فهمتش؟ الو، صباح الخير يا عنتر باشا. عامل ايه؟ حبيت اقول لك اني بنتي عندي. يعني انا جبتكم. لكن هنكمل الماتش، بس الكوره في ملعبي انا. ههاجم يا عنتر، جاهز دفاعك. قلت لك لو وقعت في ايدي مش هرحمك. واوقعت، والوقعه دي بموت يا عنتر. سكينه تلمى كمان. أوعدك هتكون السكينة تلمع يا عنتر. يا بنت تيجي فين؟ يا سوسكا بقولك هموت من التعب، عايز أنام. مش قادر. أيوه. كبرتي فيها يا أختي؟ يا فادي بقى فشلة. يلا غوري بقى. باشا، والله يا باشا البيت منور. سعادتك شربت حاجة ولا أقول لك؟ انا هنزل بسرعه كده اجيب فطار. اقعد يا تركي. طب خمس دقايق اخش استحمى كده، اصل لا مؤاخذه عرقان، وهطلع لك على طول. تعال هنا. يلا، ايه اللي في ايدك ده؟ ده ظرف يا باشا ورحمه امي. ما انا عارف انه ظرف يرحمك. في ايه الظرف ده؟ يلا. فلوس يا باشا ورحمه امي. ده انا مرزق بقى. هات. كام دول يا تركي؟ يا باشا 25 باكو بالأمانة ورحمة أمي يا باشا. ورحمة أمك، لو ما جيت معايا عدل ما هخليك تفرق عن سوسكا بتاعتك. يا باشا أنا جاي معاك عدل، وسوسكا دي حسابها عندي. خير يا باشا؟ أنا آخر معلومة عندي يا تركي إن أنت رحت الميشو الحاوي عند التركي وخدته ومشيته. رحتوا فين؟ خلصت على كابو؟ ها؟ كابو كابو مين يا باشا؟ أنت هتصيح عليا روح أمك؟ يا باشا إزاي حضرتك بتقول كده؟ فعلا ميشو جه وسأل على كابو، لكن في معلومة وصلت لنا كده إن كابو عقبال ما تلويها إن شاء الله يا باشا ساب البلد وهج. وال 25,000 جنيه دول بتوع إيه؟ لا دول بتوع مصلحة كده يا باشا. أنت شكلك بقى مش عايز تيجي معايا عادل. كده هتخليني آخدك معايا وأخليك تنطق بالعافية، بس ورحمة أمك. ما هخليك تنفع تقابل لا سوسكا ولا حتى سوسكا. يا باشا انا عادل معاك، ورحمه امي سوسكا لو جت هنا لولع فيها بجاز وسخ. ما تنطق يالا. عنتر الباشا كان واقع مع باشا تقيل زيه كده برضه اسمه صفوت. صفوت نصار. ليه؟ معرفش والله، كدبه خيبه. هو الظاهر كان عايز يعلم عليه، قام خاطف بنت الباشا صفوت وحاططها عنده في المزرعه. انا ومشوا بالقدم جنبنا على المزرعه وخطفنا البنت ورجعناها لابوها تاني. الراجل شاف بنته عاديك على اللي عمله، فرح وراح مدينا المكافاه دي. لكن بصراحة ميشو ما خدش منه ولا مليم، ودي الصراحة يا باشا ورحمة أمي. تركي يا باشا بقول لك ورحمة أمي، ولا عايزني أحلف لك بحياة سوسكا؟ لا خلاص مصدقك. ماشي، ادخل أنت نام بقى عشان شكلك تعبان أوي. والله يا باشا. سلام. سلام. باشا بالنسبة للظرف اللي لزق في إيدك، تصدق يا تركي كنت هنسى. حقك عليا. ماشي يا باشا، جل من ياسر وشكلك كتير أنا عارف. أنت حبيبي. وأنت والله يا باشا. خمسة دي.
اجيب بيها موبايل ولا اعمل بيها ايه يا باشا؟ جرايه تركي، ايه الطمع اللي انت فيه ده؟ مش كفايه سايبك بتسترزق من ورايا وبتاكل عيش وبحميك كمان؟ ايه النتانه اللي انت فيها دي؟ اه تصدق فعلا قلقتي. لا وطماع وابن كلب يا باشا اللي بتكلم معاك، انا اسف. سلام يا تركي. باشا ملوش لازمه، انت مصاريفك كتير. هي دي الاخلاق يا تركي. سلام. سلام يا باشا. سوسك لا اتصلتي في وقتك. لا تعالي ورحمة أمي لا تتقطعي النهاردة. طلباتك يا وأنا جاي أخدم وبالمرة تخدم. تخدم في إيه؟ في اللي أنت طلبته من صفوت نصار بأمارة ما حجزت بنته عندك. بس الكلام ده مظبوط وما تخافش، أنا قلت لك أنا جاي أخدم وبالمرة تخدم. بس أنت شغال مع صفوت نصار اللي يضمن لي إن ده مش ملعوب. معلوماتك غلط يا باشا. زياد الخولي ما بيشتغلش عند حد أبدا. أنا اللي بتحركني مصلحتي. وأنا شم ريحة المصلحة على بعد مليون كيلو. واللي ليا مصلحة معاه بتعاون معاه بمنتهى الحب والإخلاص. بيزنس يا باشا. وإيه بقى اللي في إيدك تقدر تخدمني بيه؟ لا أنا في إيدي كتير قوي. أنا ليا رجالة في كل حتة. وزي ما بيقولوا انا احب الخص واجيب من الاخر. زياد بيه انا حبيتها وارتحت لها. عموما في شحنه هتدخل المينا كمان ساعات، عندك اللي يخرجها؟ عندي طبعا. بس الشحنه دي فيها ايه يا باشا؟ فيها اللي فيها، المهم تخرج زي ما هي. تخرج يا باشا وانا هقولك الصح. انا مش عايز اعرف الشحنه دي فيها ايه، بس عايز اعرف انا هاخد كام. اسمع، نص مليون جنيه، ربع دلوقتي وربع بعد ما تستلم الشغل. بس ده كتير. ما انا عارف يا باشا انه كتير، بس سعادتك اللي طلبت مني متاخر يعني مضطر، وادام مضطر يبقى انا لازم استغل الظرف. ما هو سعادتك لو سالت عني هتعرف ان زباله قوي في موضوع الفلوس. بس برضه البضاعه هتخرج ازاي؟ لا البضاعه مش هتخرج من المينا النهارده اصلا. انت هتطلب من الرجاله بتاعتك ان هي ترفض استلام الشحنه من المورد وهترجع تاني. معنى كده ان انا هدفع ثمن النقل مرتين؟ احسن ما الشحنه كلها تضيع عليك وتلبس الاساور الحديد. ما هو انا لو مكان صفوت باشا نصار وانت خطفت بنتي مش هسيبك. لازم اخسرك كل حاجه واوديك 60 داهيه. وبعد البضاعه ما ترجع البلد اللي جت منها. احنا مش هنرجعها خالص، احنا هنرقدها في البحر كام يوم عقبال ما ظبطنا جنينه تانية وندخل لك البضاعه صخ سليم. دماغ سلم مش كده؟ خلص بقى عشان مفيش وقت. ماشي خلاص، اطلب لي القهوه بقى وهات الفلوس عشان عد. بسم الله ما شاء الله، عيني عليكي برده يا مدام اسماء. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، بجد ميرسي ليكي انت، تعبتك معايا قوي. مش كده؟ والله يا مامي انا مش عارفه اشكر ازاي دودو على اللي عملته معاكي، بجد تعبت معاكي قوي. قولي لي يا حبيبتي، عامله ايه مع طليقك؟ طب وليه السيره الزفت دي بس؟ بتفتكرني حاجه عادله؟ منه لله، مش عايز يسيبني في حالي وقال ايه؟ عايز يردني، ردت الميه في زوره. قادر يا كريم تبقى طالعه كده اهو وترجع كده اهو. طب ما ترجعي له يا دودو، لو انتوا مش واخدين بعض على حب. حب؟ حبه تعبان ويقرصه من لسانه. قادر يا كريم ويكون يا رب والنبي قد كده اهو يدخل جوه يجيب لسانه من لغليغه. ربنا يسامح ابويا بقى، قال يعني كان فاكر انه بيجيب لي راجل اتسند عليه، طلع حته مايله. ولا يهمك يا حياتي، بكره ربنا يبعت لك ان الحلال يعوضك عنه خير يا رب وتساعدي معاه. ما انا لقيته ابن الحلال ده، واول ما شفته كده قلبي قعد يتكهرب يتكهرب وشهقت. عرفت بقى ساعتها الحب اللي من اول شهق. بس اعمل ايه بقى، فقريه بختي المال ورايا ورايا. ليه يا دودو ماله هو كمان؟ مالوش يا انسه شيري، بس طلع فقري زي والدنيا مدياله ظهراه. خلاص يا دودو انت وقفي جنبه وفرفشيه، يعني خليكي سبورت لي. قصدك يعني اششور شعري واتزوق له واحط له مكياج؟ يعني الحاجات دي طبعا مطلوبه، بس مش ده اللي انا قصدي عليه. انا قصدي انك تقفي جنبه وتسنديه، يعني الحاجات دي.
اسنده والله، بس هو ينطق ويحس بيا. يلا بقى استاذن انا لحسن، انا دوشتكم عارفه نفسي رغايه. استني يا حبيبتي امسكي بقى. ايه دول بس يا مدام اسماء؟ لو النبي انت خيرك مغرقني من ساسي لراسي. تعبت حاجه بسيطه خالص عشان بس تساعدي ابن الحلال؟ اذا كان عشان خاطر اساعد ابن الحلال هاخدهم. روحي يا رب، ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويا رب والنبي يا رب عشان خاطر ربنا حبيبتك اوعى توقعها بديها ابدا يا رب، لا هي ولا الانسه شيري. سلام عليكم. باي باي. نورتي دنيتك يا حبيبه قلبي. انا اسف ساعتها بس اني في ساعتها. انت متربي يا حمدي المفروض انك تستأذن وبعدين تدخل. صح سعادة الباشا، بس اصل الموضوع في حد ذاته. اولا المفروض تقفل الجاكيت ده وانت داخل. حاضر حاضر. وثانيا تخرج وتخبط على الباب من بره. تحت امر سعادتك. حاضر. اتفضل. صباح الخير يا سعادة الباشا. صباح الخير يا حمدي بيه. ايه اللي عندك؟ شحنة عنتر الباشا وصلت المينا يا باشا، وعنتر رفض يستلمها. مباحث المينا ما تقدرش تفتشها الا لما تنزل. عرف لي مين اللي ورا الموضوع ده، واعرف لي لو كانت الشحنة هترجع تاني ولا لا. امر سعادتك يا باشا. اي امر تانية؟ شكرا. بص بقى بنت الناس كده وتصحصحي لي وتتعدلي لي. حاضر يا حبيبي. بقول لك ايه، بلا حبيبي بلا زفت. الكلمه دي ملهاش وجود النهارده خالص. كل كلامي يتسمع وتحط حلقه في ودنك يا قطر. حاضر يا حبيبي. ييه هتقول لي تاني حبيبي؟ بص بقى يا قطر بنت الناس، انا هسمح لنفسي ان انا هنسى الماضي وكل اللي فات بالقدم البقلاوه، ها، ونبتدي صفحه جديده ناصعه البياض. ماشي ماشي يا حبيبي. نرفزيني بقى وعصبيني وخنقيني. خلاص ماشي يا ابن الناس. موتيني بقى مقص عمري قطر. يا حبيبي انا مش عايزه اموتك ولا حاجه، انا بس عايزه اقول لك ان امي مقعداني ومحفظاني الوصايا. تحب اسمعلك؟ لا. واحد، جوزك على ما تعوديه تديله فوق نفخه يمشي زي المسطره. اتنين، بس يا قطر بدانا بقى في البدنجان المخلل. كلام امك ده امسحيه من الذاكره باستيكا. انت تسمعي كلامي انا وبس يا قطر. الوصايا بتاعت الست امك دي بتخرب بيوت، يعني ان شاء الله هتخليكي تتطلقي في خلال ساعه، والساعه ما اصلها خمس دقايق. مفهوم يا قطر؟ مفهوم يا حبيبي. حلو قوي. اولا امي ثم امي ثم امي، يعني امي تحطيها في عينيكي اهم حاجه. مفهوم؟ مفهوم يا فطنتي. ثانيا كل الجوازات الفاشله لا قدر الله بتفشل ليه؟ عشان الوصايا بتاعت امي. برافو عليكي يا قطر. وكمان علشان بيبقى فيه انانيه، يعني كل واحد من الزوج والزوجه بيبقى عايز ياخد بس مش بيدي. اما الجوازات الناجحه بقى ان شاء الله بتنجح ليه؟ علشان ما فيهاش امي. ضحكتي لي صح. وكمان بيبقى فيها حب واخلاص وتفاهم، يعني كده اخد وعطا. مفهوم يا قطر؟ مفهوم يا فطنتي. الحمد لله. دلوقتي بقى نبدا حياتنا الزوجيه الناجحه ان شاء الله. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، نقرا الفاتحه. ولا الضالين امين. الحمد لله. دلوقتي بقى جاء وقت الدلع. اهم حاجه يا قطر الزوج بيحبها اللي هو فاطين، يعني بحبها موت، الدلع. يعني لازم بقى الست تدلع جوزها بقى. يلا دلعيني يا قطر. حاضر هدلعك يا فاطين. ايه يعني ادلعك وبعدها يا فاطين؟ امال فين كلمه حبيبي اللي كانت كل شويه كده البنا في بقك؟ ولا وقت بقى من عزة دلوقتي ما نلاقيهاش يا قطر؟ خلاص يا حبيبي ادلعك. يلا دلعيني. يلا زغ 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 زغ. فطنتي يا حبيبتي، انت رحت فين؟ طيب طيب طيب، على الباب. اهدى شويه اهدى، صدقنا العرايس تقفل عليهم باب.
جود ايفنينج. شو انت جاليا رايت؟ تطلعوا امتى دول؟ مين دي واديه بسكليت؟ انا عارف يا ام فاطين، من ساعه ما وصلت وهي عماله بترتم بالشكل ده ما فهمتش منها اي حاجه غير اسم الاستاذ فاطين، قلت اجيبها على هنا. جدع وفالح طول عمرك. يلا روح انت بقى واديه بسكليت. طب مش عايز اي هدمه ثانيه اصل؟ What did you say؟ جيب مي بكشيش. تابس؟ نو بكشيش. اوكي اوكي. تفضل. ثانك يو. شكلها كده ضعيفة قوي في الإنجليزي، أول ما اتكيت عليها على طول كده اتكلمت بالعربي. سلام عليكم، جود مورني. وير كان آي فايند فاطين؟ تعالي هنا استني، أنا مش فاهمة منك ولا كلمة. داخلة ترمحي في الشقة كده ولكنها شقة أبوكي، أنتِ مين؟ أم دانكا. خانكا؟ والنبي باين عليك الجنان. وير إز فاطين؟ I want to surprise him. انت حتتنططي لي رنخي هنا لما اشوف لك لحسن ده عنده دخله. الواد حبت عيني من ساعه ما اتجوز مش عارف يدخل. وات؟ دخله يا اختي دخله. ودي هفهمها لك ازاي؟ تعالي تعالي ما دخلك الصالون. ودي هتفهم صالون من ايه؟ تعالي تعالي ورايا يا اختي. السلام عليك يا ست الكل. الحب كده، هو ده يا ست الكل الفن بصحيح. مش اغاني اليومين دول محدش عارف مين مع مين ومين بيغني على مين. را را را. يا سلام يا سلام على السلطنة. قول قول كمان يا عم تفضي. مين انت مش عارفني؟ أوامك نسيت الملوخية كده ولا إيه؟ دنيا الله. إيش 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 الحلاوة والجمال والألاقة دي كلها؟ بجد بجد يا عم تبكي يعني كده حلو؟ حلو؟ ده أنت زي العسل. أنا يعني قلت أتزوق كده يمكن أعجب سميشو. تعجبي ميشو بس؟ ده أنت تعجبي الباشا بس. يا خسارة الحمام طار. طار راح فين؟ انت عارفه طول النهار بيبقى نايم وعلى المغربيه خرج. يا دي النحس بس يا رب، يعني انا يوم ما اتزوق وافضل قاعده تحت الششوار ده ساعتين لما دماغي تدخن كده ما اشوفوش هيكون راح فين بس يا رب. والنبي يا رب. ما انت عارفه ميشو محدش بيعرف راح فين ولا جه منين. اقول لك كلميه على المحمول. ما انا كلمته الشبكه مش بتجمع. خلاص روحي انت بقى، وانا لما يجي والله لا بلغه. وربنا يعوض عليكي في الكوافير اللي انت دفعتيه. ماشي يا عم توبك. يا دي البخت بس زبت انا بيدي يا رب يومتك اسأل وحدك وحدك. يا الحب كده فراق فراق ورضا ورضا وعذاب. قولي يا ست بدل ما انا غني. قولي انت يا ست. لسه يا فرحتي انت بتعمل ايه يا فاطين؟ بتبص على عروستك من خرم الباب؟ ايوه اما تعالي بصي معايا. يا مسبتك في ابنك يا غاليه. بس يا ما بس بس انت فهمت ايه؟ احنا خلصنا مرحله الدلع ودلوقتي بنلعب استغمايه. جت هنيلة اللي عايزه دلع. يا اما وطي صوتك لا تعرف انا مستخبي فين. سيبك من الاستغمايه اللي انت فيها دي وتعالى شوف الخنكه اللي جات لنا. خنكه؟ خنكه ايه؟ يا ساتر فاطين. دانكا. How are you فاطين؟ I miss you so much. وحشني كوي. I miss you. وانت كمان. وانت وحشاني كوي كوي كوي. وحشتيني يا زبادي. زبادي؟ يا نهار اسود. لا ده بقى رز بلبن. يدوم عم فتحي. هاني يا حبيبي. انما انت ما قلتليش بقى انتوا ست السويس ليه؟ يو دي حكايه طويله قوي يا بيشو. حلوه قوي عم فتحي. احكيها لي بقى. تسجر؟ لا يا حبيبي بطلت عقبالك. خلاص الحكايه يا ابني. لسانك ممكن يضيعك ويوديك في 60 داهيه. وانا ما قدرتش الجم لساني. اصل انا كنت بشتغل رئيس عمال في المينا. وشفت الفساد والغلط بعيني. وما قدرتش اسكت زي كل الناس. لحد ما لساني طال واحد من البهوات الكبار اللي بيركبوا العربيات الكبيره دي ويمسكوا السيجار التخين اللي انت هرشه. هرشه عم فتحي هرشه. وعينك ما تشوف الا النور. لفق لي قضية رشوة وبناء عليه فصلوني من الشغل. بس عمك فتحي كان جامد.
ما سكتش، انا صرخت وزعقت فضحتهم في كل حته، بس انا هعمل ايه لوحدي؟ انا كنت فاكر ان انا هقف قصاد واحد ولا اتنين. طلعوا عصابه كبيره قوي يا ميشو، وكلهم تعبين وانيابهم زرقاء، اتلموا عليا وانا خارج من صلاه الفجر، ضربوني علقه، كسروا لي ظهري، كانوا عايزين يقطعوا لساني يا ميشو، اللي ربنا ستر الحمد لله، وبقيت زي ما انت شايف. انت عارف انا لو لوحدي انا كنت كملت، بس خوفي على بنتي بقى لحسن يأذوها، خدتها يا ابني ونزلنا على مصر. كان لسه في ناس ولاد حلال، قابلنا الراجل صاحب العماره ادانا القطين دول، جوزت بنتي في الاوضه دي، بس حظها بقى طلع مايل، جوزتها الواحد معرفش صوتها. معلش عم فتحي كلها موجوعه. الحمد لله يا ابني، الصبر الصبر. طب انا عم فتحي كنت قصدك بقى ان ناخد الاوضه الثانيه، ايه رايك؟ يا ابني من عينيا، بس الاول بقى لازم استاذن صاحب البيت، حقه برضه. حقه عم فتحي، ولو طلب فلوس انا جاهز. انت تطورنا يا ابني. لا 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 لا، ايه يا عم فتحي؟ انت هتعيط ولا ايه؟ لا ما بعيطش يا ابني، ما بعيطش، انا بس زعلان من نفسي. اتجوزت البنت واحد ما صنهاش، كان نفسي اتجوزها الراجل زيك كده يحبها ويحميها ويخاف عليها. انت فاهمني يا مش فاهمك يا عم فتحي، فاهمك. ما تخافش على دنيا يا عم فتحي. دخلني جوا يا ابني، انا عايز استريح. افهم الموضوع الاول. موضوع؟ موضوع ايه يا بموضوع؟ ما هو واضح اهو زي الشمس، كمان جايه لك لحد البيت. ياه، طب ما تنطقي انت ياما. انا بصراحه المره دي مش قادره انطق. ده انت قلت لها يا زبادي يا فاطين. ايه انت بتكلمي انت يا دنك؟ ميسيو سو ماش فاطين، وحشتني قوي. مش دي مش دي مش دي، هتخربي بيتي. طب اتكلمي انت يا قطر يا حبيبه قلبي فاطين. مش احنا كنا خلاص بدانا في مرحله الدلع واخر دلع، وكنا بنلعب استغمايه واخر روقان. ايوه يا حبيبي اهو، بتلعبني استغماية عشان اغمي عناية عن اللي بيحصل ما بينك وما بينها. يا اخوانا اسمعوني بقى، وبعد كده ابقوا احكموا عليا، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الحمد لله ان عم عزوز استجاب لتليفوني وجه في الوقت المظبوط علشان بقى يحكم ما بيننا. الحكاية وما فيها يا اخوانا ان انا لما روحت المركز الثقافي الاسكتلندي علشان كانوا هناك عاملين ندوة عن الحريات وعن حقوق الانسان، قابلت هناك دنكة وعرفت انها امريكية، وهي كانت ساعتها معجبة جدا جدا بالبحث بتاعي. حصل يا دنكة؟ حصل فاتين. اتكلمت معاها وعجبتني. نعم قصدي عجبتني ارائها، وخصوصا بعد ما وقفت وانتقدت معاملة امريكا ومعاداتها للعرب بعد احداث 11 سبتمبر. حصل يا دنكة؟ حصل فاتين. ومن ساعتها واحنا بقينا اصدقاء وبنتراسل مع بعض على النت، وكنت مرة كده غلطت فيها والله يا قطر يعني، وعزمتها عزومة مراكبية على سبيل المجاملة انها تيجي مصر هنا تقعد يوم ولا اتنين. ما كنتش اعرف بقى ساعتها انها تقفش في العزومة وتطب علينا كده من غير لا احم ولا دستور. حصل فاتين. استني يا دنكة، على فكرة انا ما قلتش حصل. يا اخوانا دي غنية جدا، شغالة عند صاحب اكبر دار نشر في نيويورك، المليونير اليهودي المعروف حيين باسيلي. يهودي وفي بيتي؟ يا لهوي يا ليلة سودة، تطلع برا بيتي وما تقعدش فيه ثانية واحدة. ياما استني انت ثانية واحدة. ادي اخرتها يا عزوز، جوزت بنتك جاسوس لاسرائيل. يا فضحتك يا بنتي وانت لسه ما دخلتيش دنيا. جاسوس ايه يا حماتي؟ جاسوس ايه؟ انتوا ما بتصدقوا؟ ما تقول حاجة يا عمي. عمك ده انت العم يا علي. ايه؟ انا هقول، انا وطنيتي بتنقح عليا، بتحتم عليا اني ابلغ المخابرات المصريه.